صارت الساعة؟ ها لا صار الوقت نحكي الأستاذ طارق. ألو مرحبا أستاذ طارق، معك المحامي فادي شربي، معرفتني أنا بيون لنايا ويومي عندكم بالمدرسة. أهلا أهلا أهلا، كيفك أستاذ طارق؟ صار لنا زمان ما مرينا على المدرسة، إن شاء الله تضل هيك الأمور رايقة ما في مشاكل. لا إن شاء الله نزوركم بس بالأعياد. استاذ طارق في مجال تخدمنا هيك خدمة صغيرة؟ بناتي عندهم مشكلة بالعربي، ضعاف شوي. نعم هيدي مشكلة الكل، شو بدنا نعمل يعني، هيدي مشكلة العصر. طب في مجال يعني تعطيني رقم شي استاذ بيعطي دروس خصوصية بالعربي، انت بتعرفوا انه استاذ شاطر؟ في عندك استاذ بس من برات المدرسة؟ ايه وزا شاطر يعني؟ عظيم. طيب في مجال تعطينا رقمه؟ قد ايه؟ والاسم شو اسمه؟ استاذ جهاد، استاذ جهاد. ميرسي كتير يا استاذ طارق، بشكرك بشكرك، ميرسي كتير. ان شاء الله قريبا ان شاء الله، الله معك، موفق استاذ طارق. وهيدا نحكي الاستاذ جهاد. الو مرحبا الاستاذ جهاد، وحياتك، معك محامي فادي شربي. لا لا ما تخاف. لا لا عم بتصل من قبل الاستاذ طارق، اعطاني رقمك. كنت بدي استاذ عربي لبناتي، حضرتك فيك تعطيهم دروس خصوصيه؟ عظيم، في يعني في مجال تعطيهم ساعات بالاسبوع؟ كمان عال عال، برافو. استاذ جهاد يعني قديش حضرتك بتطلب على الساعه؟ نعم خش ندفي، ما سمعت مزبوط. خمسة شو؟ أداء $50 على الساعة؟ $50؟ لا لا $50 على الساعة الوحدة، مأكد أنت؟ طيب قديش البنت بدها تاخد، كم ساعة بالأسبوع؟ ساعتين؟ طيب لا لا، طيب لك أستاذ جهاد هلا بنشوف وقتنا وأمتى بتقدر تجي لعنا ونحكيك. ميرسي، يعطيك العافية أستاذ جهاد، موفق الله معك. $50 لا تشنك العالم. صباح الخير يا فيشيل. اسمع لك هسا معي، شوف ايه كينا استاذ جهاد يجي يعطي درس بالعربي لبنتي، قديش بده على الساعة؟ قديش؟ $50. ايه والله $50 على الساعة، ليش؟ شو عم يعلمها عن كيفية استخراج النفط من بطن الأرض؟ والله مصيبة. وين؟ وين؟ بدي يعطيها ساعتين بالأسبوع، يعني قديش؟ $100. $100 البنت، ومنتين؟ $200. $200 وبالشهر؟ بالشهر في عندك 4 أسابيع. أربعة في اتنين من 100. شو؟ من $100 يا ماما. من $100. من $100 يا أما. من $100، يعني قسط جديد يا حبيبنا. تعرف شو يا فادي؟ نعم. أنا ما أكون محلك بنسى الموضوع من أساسه. لك كيف بدي انسى الموضوع من اساسه؟ ما بدنا نعلمها عربي ليومي. لك علمها يا فادي، ليك بدل ما تجيب استاذ ليومي ليش ما بتعلمها انت يا محامي؟ انا بدي اعلمها عربي؟ ايه علمها انت، ولا منك محامي واخذ هالشهاده بالزعبره. دخيلك بقى، لا هدمني ما جي دخيلك يا فادي، ما عم تهدمن، عم بحكي جد. ليش ما بتعلمها انت ليومي؟ يومي شو بدك؟ شوية قواعد، مفعول به، فاعل، فعل مضارع، قراءة، كل تعريف. فأنت ليش ما بتعلمها القواعد يا فادي؟ يا حبيبي أنا بعدني بذكر القواعد، لك أنا ناسي إني أنا قاعد معك أصلاً، لك في أشياء أنا ما بعرفها، لكن في أشياء مش متذكرها أصلاً. لك تذكرها يا فادي، شو عندك؟ قاعد كل النهار بهالمكتب عم بتكش دبان. افتح لك شي كتاب، تسقف، اقري لك شي كتاب ينفعك. لك بدي افقعك بوكس ينفعك، لزقك على الحيط هيك. اغسطفل يا فادي، ادفعت $800 من جيبتك بالشهر بدل ما تضبه. والله معك حق، منضبهم احسن. لك والله والله سد البطل اللي قال خذوا الحكمة من افواه المجانين. عيني عليك شو ذكي، ولك بتقول حكم كمان، شفت انك جهبز باللغة العربية. مين؟ جهبز. يعني عالم لغة. جهبز عالم لغة؟ طب هلا يا قيومي وحلاني لها قصتها. نايا شو بدي اعمل فيها؟ نايا ترك علي انا. نعم نعم، والله فكرك يا فادي، ما في غيرك بيعرف عربي يا فادي. لا شو؟ لا لا، فوق حالك يا فادي. هلا انت بدك تعطيها لك ايه؟ اعرف حالك مع مين عم تحكي يا فادي. يا حبيبي صحيح انا ما قدرت كملت علمي لاسباب ماديه، بس انا يا فادي اعتبر من جهابزه اللغه العربيه. شو لك يا فادي،
محسوبك يا حبيبي حافظ فوق الألفين بيت شعر. ناهيك عن الدواوين، ناهيك عن القصص، عن الروايات. لك هذا لا حاجة تزيد عليها. لا ما دعم زيد فادي ليك. خليني أعلمها لنايا، وبوعدك إذا ما بشهر واحد خليها تصير أحسن من مي زيادة ما بيكون اسمي وجهه. انت اخي هيك انت حافظ لك قديش قلت لي 2000 بيت شعر؟ نعم. قل لك شيء هيك شيء بيت شعر هيك. هيدا نازل جديد على السوق. ايه هات لشوف. لحظه. بدها. ما كل ما يتمناه المرء يدركه، ما كل ما يتمناه المرء يدركه. ما شو ما جيت ما عندي هون انت شو ما شو قاعدين بالحقل ما ومن هذا بس هي هذا شهادة الألفين ما حفظت غير 3-4-5 أحرف ولك أعطيني فرصة يا فادي أعطيني وقتي لك أنا صراحة يعني أنا حافظ أول شاطر الشاطر الثاني من البيت عم بيشتغل عليه انت اللي انت بدك تعلم لا العصا بدها تعلم عجلينا